الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة، انطلاقة الشوط الرابع عشر لفئة اللقاية القعدان، والخمسة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الباحثة عن الناموس والانتصار. نبدأ بعد المراكز ومع البداية مباشرة، حيث يتواجد بهذه الانطلاقة البجلي لهجنم الزبار بقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، يقدم لنا البجلي على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتواجد متصدر لهجنم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، يتواجد باندفاعة متصدر على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القادم هنا الكابتن لهجنم الزبار وحمد بن سالم بن زاهرة المري، يتابع الكابتن الذي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد هنا برق لهجنم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري، منطلقا ومتواجدا بمشاركة برق على المركز الرابع. المركز الخامس الانطلاق والتحدي مع يقين لهجن أم الزبار بقيادة سعد بسالم الهوني النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، مستمعينا الأفاضل، للخمس الأسماء الأولى التي سيطرت وجاءت في دائرة النداء والإذاعة وتشارك في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة في هذا الموروث الشعبي الكبير وبهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة. نستمتع بهذا الحضور الكبير وهذه المنافسات المشرفة وهذه الشعارات الكبيرة التي لها صولات وجولات في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، حاضرة دائما وأبدا بالمنافسات المشرفة والتحديات الكبيرة. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة مباشرة، حيث يتواجد البجلي لهجنم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، يتقدم بين اندفاعت البجل الذي ما زال يحتل المقدمة ويسيطر على زمام الأمور باندفاعته بسيطرته على زمام الأمور. ننتقل مباشرة إلى صاحب المركز الثاني، حيث يتواجد متصدر لجنم الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري على المركز الثاني، يتابع يراقب الأوضاع بتواجد متصدر، بينما من غير واحتل المركز الثاني هنا الكاب لهجنم الزبار وحمد بن سالم بن زاهر المري، متابعا للكابتن الذي انطلق واحتل المركز الثاني وعينه على صدارة الشوط. المركز الثالث هنا يتابع برق لهجنم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري، يحتل المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد يقين لهجوم زبار بقيادة سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي، بينما المركز الخامس أول نداء لعاتي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة المري، يتابع عاتي الذي انضم إلى داية المنافسة والتحدي بأول نداء مباشرة، وصل إلى المركز الخامس وعينه على خطف الناموس والأضواء في هذا التحدي الكبير مع هذا الشعار الكبير. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، ولكن يا مخرجنا العزيز عطني لقطة على الأسماء والشعارات القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. بدأ الكل يقترب، بدأ الجميع يحضر هنا في هذا التحدي الكبير، يحضر إلى المقدمة وإلى المنافسة وإلى التحديات الكبيرة، ولكني أرى نوعيات فريدة تشارك وتنطلق حاضرة ومتواجدة ولكنها تترقب اللحظات الأخيرة لكي تنقض على المركز الأول. ولكن نعود مع البداية، وين المركز الأول؟ البجلي ما زال مسيطرا على زمام الأمور بقيادة وبتحديات ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الذي يتابع شعار هجنم الزبار مع البجلي على المركز الأول. المركز الثاني هنا يتقدم بهذه اللحظات الكابتن لهجنم الزبار أيضا، ولكن بمتابعة
متابعه حمد بن سالم بن زاهر المري. المركز الثالث يقين لهجم الزبار ومتابعه سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي. المركز الرابع شعار اهالي عين خالد قادمين وحاضرين في المنافسه متواجدين. عاتي لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، وهنا حمد بن طالب بن عماره المري. ولكن تابعوا وراقبوا المركز الخامس الذي يتسلل من موقع الى موقع، وصل مباشرة الى المركز الخامس وعينه على الناموس والانتصار. وصل البصير على ارضية ميدان الشحانية، يقدم البصير هذا العرض الجميل بحامل الشعار هجن الشحانية مع برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل الذي حضر وقدم لنا الاسماء المميزة والنوعيات الفريدة باداء ولا اروع. يتقدم هذا الاسم الكبير، بدت الحركة، بدت الاوامر، الكابتن على الصدارة. عاتي على المركز الثاني، يتسلل عاتي الى الصدارة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني حمد بن طالب بن عمار المري. ولكن البصير على المركز الثاني هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن عاتي ما زال صامدا مع الصدارة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني حمد بن طالب بن عماره المري على المقدمه. البصير وعاتي الامتار الاخيره هجن الشحانيه وهجن سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني مع الامتار الاخيره بن عماره برنس المضمرين. الله 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 الله، عاتي والبصير، عاتي والبصير، المنافسه مع الامتار الاخيره، ولكن عاتي ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار. تهانينا والمبروك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني والى حمد بن طالب بن عمار همري من تابع عاتي محققا هذا الناموس والانتصار. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني لبصير لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث وصل الكابتن لهجن ام الزبار مع حمد بن سالم الزاهرة المري. المركز الرابع هجام لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني مع هادي بن جار الله بن علي آل جار الله. المركز الخامس شباب لهجن ام الزبار مع الصارم محمد بن برقان بن مقارح. هكذا مشاهدينا الكرام المنافسات والتحديات الكبيرة، فكان عاتي حاضرا متوجا بهذا الناموس. 7:52 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هالي عين خالد وإلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني وحمد بن طالب بن عمار المري. نهنيه على هذا الانجاز. المركز الثاني لبصير 7:54 42 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل على فوز لبصير في المركز الثاني. المركز الثالث وصل الكابتن 8 دقائق ثانية وحيدة 78 جزء من الثانية. تهاني الناموس لهجن ام الزبار ونهني حمد بن سالم بن زاهر المري على فوز الكابتن في المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.